رسالة الدعم للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من نواب من الحزب الديمقراطي للعودة إلى اتفاق نووي تشكل محور الصراع بين نهجين لواشنطن. فالديمقراطيون سبق وأعلنوا في تموز يوليو الفائت أنهم ضد سياسة إدارة دونالد ترامب للحرب مع إيران، ويعطون الأولوية للدبلوماسية النووية وخفض التصعيد والحوار الإقليمي. النهج الأمريكي المنتظر سيغير الكثير في الشرق الأوسط في حال استطاع بايدن الوفاء بتعهداته التي سبقت انتخابه. اللافت في سياسة الديمقراطيين المستقبلية أنهم لا يضعون شروطا على طهران ولا يسعون إلى تغيير نظامها الذي كان هدفا لإدارة ترامب ومعه حليفته إسرائيل وبعض الدول الخليجية. الرسالة اللافتة التي بعثها نواب الحزب الديمقراطي لبايدن بتأييدهم العودة للاتفاق النووي مع إيران من دون شروط مسبقة تؤكد أن ما تعهد به الرئيس المنتخب لا يزال ساريا، رغم محاولات توتير الأوضاع في المنطقة وجر طهران إلى مواجهة عسكرية تحرج فيها الإدارة الأمريكية الجديدة وتثنيها عن عودتها إلى الدبلوماسية من خلال اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة الشهر الماضي، وهو ما لم تنجر إليه طهران التي تعارض العودة إلى الاتفاق شرط وفاء واشنطن بالالتزامات التي قطعتها عام 2015 بعد توقيع الاتفاق النووي في فيينا.